الليمون مزيان حاجه زوينه نتاع الماكله داير 7 دراهم الان. هاد اليمن كان 5 دراهم جبنه كنجيبوه نبيعوه 6 دراهم دوكا داير 110 دراهم 7 دراهم. شحال زيد فيه؟ 50 فرانك 10 دراهم ديال الماكله هذا. وهادشي اللي عندنا ما عندناش الليمون الاخر. والسلعه كاع مناسبه هاد السلعه ديال برا ديما كتكون زايده شويه في هاد الواشير ماشي مشكل. زايده فيها 500 6 دراهم ديال برا هي المزيده ديما كتزاد فيها رمضان. بحال هاد الشيء تاع لا بوكا طلعه صاروخ هي كانت نبيعها ب 600 دوكا راه دايره 40 درهم 740 البارح جمله. واخا دابا الاثمنه ديال الفواكه في شهر رمضان غتكون مناسبه؟ اه سيمانه لا سيمانه ترجع السوق اه سيمانه كترجع السوق يعني غير الاسبوع الاول تغير السوق ما يرجع السوق كما كان. طلب كثير يمكن؟ لا دابا هذوك اللي كيجيبوا الساعه هما اللي كيديروا 120 ريال خويا والمليح التفاح لا لا الثمن هو هذا كما كان كما كان الثمن باقي التفاح 240 ريال لابوكرا 800 ريال البنان على الفرانك البنان اللي زادت واحد دريم صافي البنان اللي غلات شويه زادت واحد دريم. العرض موجود خاصه الناس تجي عندنا مرحبا بهم عندنا في سوق البركه زعما الحوت موجود الخضره موجوده الديسير موجود وسوقنا موجود زعما سوق زوين بصراحه سوق زوين والله. الثمنه الثمنه خويا زوينه مناسبه ثمن نار ثمن زوين. بالنسبه لليمون الليمون اللي فيه شويه الثمن تزاد في هذه الفتره مع الاستهلاك كيتزاد شويه في الثمن تزاد فيه واحد الدريهم هي اللي تزاد في الليمون ما كيكون فيه لا الطلب داك الشيء تزاد. اما الفواكه الاخرى في ديسير كامل باقي ثمن مناسب. والعرض موجود؟ العرض موجود. الطلب كاين؟ ثمن شويه باقي يلا بدايه رمضان هذه كتكون شويه زعما وزعما السلعه موجوده عندنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.